النهارده ان شاء الله اكيد حلقه دسمه جدا، اكيد هنتكلم فيها عن منتخبنا القومي، هنتكلم كمان على المشوار اللي جاي، خلاص هانت خطوتين باذن الله ونرجع بالتمنه لبلدنا العظيمه مصر ونكون فعلا حققنا انجاز كبير جدا جدا جدا. عايز اقول اولا مبروك اولا لكل المصريين، مبروك للعيبه، مبروك للجهاز الفني، وان شاء الله خلاص سقف طموحاتنا وصل للكاس. عايز اقول لحضراتكم يمكن من خلال متابعتنا خاصه مباراه ساحل العاج والمباراه الاخيره امام المنتخب المغربي، شميت انا على المستوى الشخصي شميت ريحه بطوله 98. بطوله 98 فيها يعني كان فيها يعني معاناه كبيره جدا جدا، وكان فيها تشابه كبير جدا بهذه البطوله. اولا عايز اتكلم عن، مش هتكلم على التكتيك ولا هنتكلم على الامكانيات ولا لا، انا هتكلم على نقطه مهمه جدا، وانا من خلال طبعا وتشريف ان انا مثلت بلدي في 6 بطولات افريقيه، عايز اقول لكم ان الروح القتاليه هي سر نجاح المنتخب المصري. اكيد في شغل على المستوى الفني على المستوى التكتيكي، لكن الروح القتاليه دايما بنلاقي الروح. كلمه الروح القتاليه دي بتظهر من اول دقيقه، بتظهر من خلال لقطات من خلال المباراه، بتظهر في الروح، بتظهر في اللعيبه من خلال حاجات صغيره جدا. من خلال الحاجات الصغيره ديت اقدر اقول لكم ان شاء الله باذن الله منتخب مصر هو بطل هذه البطوله. ما فيش شك ان المنتخب مر بمراحل في البطوله ديت، بدايه طبعا مباراه نيجيريا، وكان طبعا كل الانتقادات على كيروش وعلى ادائه وعلى وعلى وعلى، لكن كل ده صدقوني بيتنسي في لحظات النجاح ولحظات الفوز. احنا قريبين جدا جدا من لحظات النجاح، زي ما بقول لحضراتكم مباراتين على مستوى عالي جدا من الاداء وعلى المستوى الروح. بتتكلم عن منتخب مصر، الحارس الاساسي محمد الشناوي ربنا يرجعه لنا بالسلامه بيصاب، بينزل ابو جبل في وقت صعب جدا وبينقذ كوره جميله جدا وبيصد ضربه جزاء وبيصعدنا او بنصعد ليه عشان نقابل المغرب. مباراه المغرب مباراه صعبه على مستوى التاريخ، اكيد كان في ضغوط كبيره جدا جدا، لكن اعتقد المستوى الفني اللي ظهر بيه ولادنا كان مستوى اكتر من رائع، خاصه انك رجعت المباراه، انت بيجي جول فيك من ضربه جزاء في اول مباراه بتتصعب عليك الامور، لكن بتكلم مع حضراتكم الروح داخل الملعب وخارج الملعب، ودايما بقول الروح اللي خارج الملعب كمان ليها دور كبير جدا جدا. حضراتكم شايفين ملحمه، انا في اعتقادي دي ملحمه ان شاء الله باذن الله بتتوج هذه الملحمه بالفوز بالكاس الثامنه لبلدنا العزيزه.